اوكي الخوت، ملي تعلمنا نصاوبوا هذا السكريبت هذا خصنا نتعلموا بلي عندنا امكانيه انه بلا ما نديروا ريد اف نيم اوتوماتيكمون ممكن نخشيو هاد اف نيم كارغيمنت. الارغيمنت ديالنا ممكن نلتقطوه بدل دولار وان هاك. دابا شنو غادي غنديماري كاونت دوت اس اش، ولكن الفايل نيم ديالنا هو فيرست دوت اس اش 11 لاين ان يور فايس. شي دابا هاد كاونت دوت اس اش حنا مع الارغيمون الاول التقطناه وخدمنا به، مثلا نانو كاونت انتو لحنا ارغيمون الاول اللي تابع للديماراج ديال الفايل ديالنا التقطناه بهاد دولار وان وخدمنا به. ها هو ميني، رجعنا ميني. الا بغينا حتى نرجعو سميت الفايل نرجعو ماشي مشكل. دولار وان شي فيرست دوت اس اش خدمنا بها حسبناها ورجعنا الحساب ديالنا وحنا رجعنا هنايا ارغيمنت. هذا هو الدرس ديالنا اليوم هو الارغيمنت. هنا كمعلومه خص نزيدو عاوتاني نوضحوها، هو ممكن نديرو بزاف ديال لي زارغيمنت. مثلا ماني وان، هادي ماني وان ياك الارغيمنت الاول، ولكن نجي نكوبيو هادشي نحطو كنترول في ماشي مشكل. ماني تو كيساوي دولار تو دولار تو. نجيو هنا نديرو ماني وان ياك لاينز اند نصحو هادي ماني بلاتي ان يور فايل دولار وان نكوبيو هادي دولار تو ميني تو غنديماريو كاونت دوت اس اش غنديرو فيرست دوت اس اش. هذا شي فايل واحد اخر ياك حقا ما قلتش غنديرو ls date دوت اس اش واخا date دوت اس اش 11 line in your file line in your file dash process. هذا ما الوضع line 6 command not found. هنا كاين شي مشكله واخا ماشي مشكله نشوفو نصلحوها. نانو count كيفاش كاين شي خطا حداش لاينز وتروا لاينز هنايا صافي هادشي اللي كاين. هاو خدم درنا جوج ديال لي زارغيمون، لارغيمون الاول حسبوه ورجعوا، لارغيمون الثاني حسبوه ورجعوا.